تمرين هذا اليوم تمرين عجيب وغريب، تمرين حق البيقان وخاصة عضلة المثلثات السفلى. مثل ما احنا نشوف بالصورة المثلثات السفلى الموجودة تحت لوحي الكتف. هذا تمرين جهاز سحب بيقان ضيق. راح تحط الكرسي أعلى شيء، الكرسي أعلى شيء تسوي 10 تكرارات. إذا تبي 20 تكرار أنا أسوي 20 تكرار. من تخلص مباشرة من 10 تكرارات أو 20 تكرار تدخل الكرسي أبعد شيء أبعد شيء وتسوي هذا التمرين مرة ثانية. بالطريقة هذه أنت منزل أبعد شيء، أنت راح تنمي عضلات المثلثات السفلى بس الألياف العليا مالتها. لما كان الكرسي عالي أنت قاعد تنمي عضلات المثلثات السفلى الألياف السفلية مالتها مثل ما احنا نشوف الصورة.